ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، ولو إن الكرة علمتنا حاجات كتير كان ممكن نقول أكتر من كده، ولكن مش عايزين نبالغ بالفرحة لأن في لسه شوط تاني عندنا. ولكن أنا عن نفسي من وجهة نظري بقول إن النادي الأهلي وصل بنسبة 99.9 للمباراة النهائية. كابتن شريف، ألف مبروك للنادي الأهلي. ألف ألف.